طبعا حلم أي شاب أو بنت إن هو يتجوز ويبقى معاه أولاد ويربيهم، وطبعا يكون معاه أولاده ويكونوا حواليه. فهل الحيوانات زي كده؟ طبعا غريزة الأمومة وغريزة إنه يبقى فيه تزاوج وفيه تكاثر، دي غريزة موجودة في كل الحيوانات. فهل الأسماك بيكون فيها تكاثر؟ طب وإيه التكاثر؟ إزاي بيكون في الأسماك؟ طب إزاي بيحصل التزاوج؟ طب الأسماك بتخلف زي باقي الحيوانات ولا بتبيض زي الطيور والزواحف؟ طب هل بتبيض إزاي؟ طب إزاي بيحصل عملية الإخصاب؟ كل الأسئلة اللي في دماغنا دي هنجاوب عليها في حلقتنا النهاردة. وقبل ما نبدأ الحلقة، بإن لو أول مرة تشوفني فاعمل مشاركة للقناة وتابع كل جديد، ويلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة. جديدين أعزائي الطلبة في حلقة جديدة، والنهاردة هنتكلم على الريبرودكتيف سيستم أوف فيش، هنتكلم على التكاثر في الأسماك. وطبعا طبيعي زي أي كائنات أو زي دي غريزة، فبيكون في طبعا تزاوج، وبينتج عن عملية التزاوج إن بيكون في طبعا أطفال أو بنسميهم هنا لاربي أو أسماك صغيرة نتاج عملية التزاوج. فبنلاحظ طبعا إن الأسماك بيحصل ليها التزاوج ده. طبعا هنعرف إزاي بيحصل التزاوج وإيه أنواع التزاوج. الأسماك زي ما شايفين طبعا في الأسماك الغضروفية والأسماك العظمية زي البلطي وغيرها من الأسماك الموجودة عندنا هنا في بحيرة ناصر ونهر النيل، والأسماك الغضروفية زي أسماك القرش والراية وغيرها من الأسماك الغضروفية. فالتزاوج طبعا في الأسماك بيختلف وهنتكلم في كده، وعملية طبعا التخصيب وعملية المواعدة إزاي بتتقابل الأسماك وإزاي بتحصل عملية التخصيب. أولا الأسماك، إن عملية الريبرودكشن أصلا هي عملية، إيه هو الريبرودكشن أو إيه هو التكاثر؟ هي عبارة عن عملية لزيادة الأعداد. يعني ليه الناس بتخلف أولاد أو ليه بيبقى عاوز يبقى عنده ذرية؟ طبعا الذرية هنا لزيادة الأعداد، وبتبقى طبعا عزوته بيساعدوه. فالفكرة في الأسماك هنا زيادة الأعداد من الأسماك أو من البوبوليشن أو من التجمع، يعني من نفس النوع. يعني مثلا الأسماك البلطي بيزيد عددها عن طريق زيادة الأسماك، عن طريق إنها بتبيض أسماك جديدة وفي أجيال جديدة موجودة. طبعا بتقل بزيادة الوفيات أو زيادة الصيد على الأسماك. فبالتالي عملية التكاثر مهمة جدا لزيادة أعداد الأسماك، ودي طبعا زي ما عارفين إنها ثروة حيوانية مهمة جدا ومصدر مهم جدا للبروتين. فبالتالي كلنا بنسعى لزيادة إنتاجية الأسماك وإن إحنا نحسن من عملية التكاثر وزيادة التكاثر في الأسماك، ليؤدي طبعا إلى زيادة الإنتاج. الأسماك معروف إنها هي في المعظم إنها هي بايسيكشوال، وإن هي طبعا عبارة عن نوعين من الجنس ذكر وأنثى، ميل وفيميل، وبيتم عملية التزاوج ما بينهم ولإنتاج البيض. والبيض طبعا بيتم عملية التخصيب للبيض سواء خارجي أو داخلي، وبيتم عملية طبعا الفقس وبيديني اللارف، وبعد كده بيبقى الفراي ثم الفينجر وطبعا الجوفونايل، وبتبقى الأضل طبعا بتمر بعدد من المراحل السنية زي الإنسان والحيوان. بيبقى طبعا في مرحلة الطفل، ثم بعد كده بيبقى صبي صغير، بعد كده شاب، بعد كده كبير، فبيمر بمراحل مختلفة لتنتج لنا الأسماك البالغة.
طيب ايه اهميه التكاثر؟ التكاثر او ان انا ادرس التكاثر او اعرف التكاثر ده مهم في عدد من الحاجات، كذا حاجه مهمه بالنسبه لي. اولا ان احنا بنعرف السلوك بتاع التكاثر، لازم اعرف السلوك بتاع التكاثر بتاع الاسماك، ازاي بتتكاثر، بتحط البيض فين، هل بتعمل عيش ما بتعملش عيش. طيب مراحل برضو من ضمن الحاجات اللي بعرفها الماتوريتي ستيج، دي مهمة جدا. ليه؟ لأن أنا لازم أعرف الماتوريتي ستيج، هي مراحل نضج سواء البويضة أو نضج الإيه الأمشاج أو النضج بتاع السبرم. فطبعا ومن ضمن الحاجات المهمة عملية التخصيب، إزاي بتحصل عملية التخصيب ودراستها. الفكاندتي، ازاي عدد البيض، ده طبعا اللي بيكون مهم بالنسبه لي، ان انا اعرف كل سمكه بتنتج عدد كام من البيض وبتنتج وكم انتاجيتها. وده طبعا بيبقى مهم للناس اللي هتعمل استزراع او انها هتربي الاسماك في تحت ظروف معينه، فبالتالي لازم يعرف كل الدراسات دي او كل الحاجات دي، لأن هو لازم يكون عارف عدد البيض إمتى والبلازموتيك اندكس أو فترة السبونج بتاعتها إمتى، وطريقة الفرتلايزيشن بتاعتها إزاي عشان لو كان هيعمل تخصيب صناعي. طيب إزاي يفرق ما بين الميل والفيميل، إزاي يعرف اللينس ات فيرست ماتيوريتي، إمتى السمكة عنده طول كام السمكة تكون نضجت او هتعمل الاسبونج. ده طبعا مهم في المصيد. ليه؟ لان انا على اساسه بقدر احدد فتحة الشبكة، فبالتالي هنا مهم دراسة الريبرودكشن سواء للناس اللي شغالة في مجال المصايد، الناس اللي شغالة في مجال الاستزراع. فمهم جدا ان انا اركز على عملية الريبرودكشن واعرف كل الايه الحاجات بتاعتها على اساس ان انا اقدر اشتغل على الاسماك ويكون عندي كل المعلومات البيولوجيه. طبعا اول حاجه ازاي انا افرق ما بين الميل والفيميل. زي ما عارفين عندي هنا الميل بيكون في اللي هو فتحه الانس، ده اللي هي فتحه الشرج بيدخل منها بيخرج منها الراس او الفيسز، وفي الجينيتال طبعا دي اللي بيطلع منها البول، وهي بتكون في الميل نفس الفتحة اللي بيطلع منها السبرم. ولكن في الأنثى بعض أنواع الأسماك ومنها أسماك البولي بيكون الفتحة بتاعة الأوفيدكت بتفتح اللي بيطلع منها البويضات، مختلفة عن فتحة اليورينري بيور اللي بيكون فيها اللي بيخرج منها البول. فبتكون فأنا بقدر أعرف إن الفيميل بيكون في فتحتين ولكن الميل بيكون في فتحة واحدة. أعضاء التناسل في الأسماك بيكون الأوفري طبعا في الفيميل والتستس في الميل، عندي المبيض والخصية، والجنس بيكون منفصل. طبعا معظم الأسماك بيكون الجنس منفصل وبيتم التلقيح في معظم خارجي، ولكن في بعض الأنواع بيتم التلقيح داخلي، وفي بعض الأنواع بيكون عملية بيكون فيه هرموفروديت، وده طبعا بيكون تحت ظروف معينة، يعني مش بتكون نادرة إن في نوع من الأسماك بيكون فيه الجنسين مع بعض، أو في نوع بيكون الجنس ميل بيتحول لفيميل تحت ظروف خاصة، أو بيكون في ميل وبيتحول لميل. وده طبعا زي اسماك الباروت فيش او الببغاء اللي بتكون في البحر الاحمر، فبالتالي ده نظرا لظروف بيئيه معينه او بتعيش في الاعماق، فبتضطر ان هي بيكون بتحتوي على الجنسين. لكن في المعظم ان هو بيكون منفصل، وزي ما شايفين قدامنا ان بيكون طبعا زي ان هو بيكون مندمج او موجود مع جهاز الاخراج اللي هو مع الكدني، لانهم بيتحدوا في الاخر زي ما قلنا في الجينيتال او فتحة البول.
طبعا زي ما قلنا ان في الفيميل في بعض الانواع بتكون لها فتحة منفصلة، ولكن في الميل بيكون متحد مع فتحة البول. شايفين قدامنا هنا التستس هنا الخصية، وطبعا بتكون متصلة بالارتري، هنا طبعا بتكون في السيمينال فيزيكال، ده طبعا بيكون اللي هو عبارة عن بيتم تجميع الحمات المنوية داخل الحويصلة، ثم بعد كده بتبتدي تنزل في اليوروجينيتال بابيلا، وطبعا بيتم عملية الإخصاب. هنا طبعا في الفيميل في الأوفري بتتكون البويضات، طبعا بتتم مراحل النضج داخل المبيض، بعد كده طبعا بتدخل لليوريتس أو الشيل جلاند، هنا طبعا في بيكون شيل جلاند، وفي عندي الأوفيدكت بتبتدي تدخل البويضات داخل الأوفيدكت، وبعد كده بتعدي في فتحة المبيض أو الفتحة الخاصة بالبويضات، وبتتم وضع البيض، وبعد كده بتتم عملية الإخصاب. طبعا عملية الإخصاب في نوعين من الإخصاب عندي، أولا في إخصاب خارجي وده بيتم في معظم الأسماك العظمية وزي أسماك البلطي وأسماك القرموط والجرجير والعاد وغيرها من الأسماك الموجودة في نهر النيل، بتكون عملية الإخصاب بتكون خارجية، إن الأسماك بتدع البيض سواء بتضعه في عمود المية أو على سبستريت يعني على سطح سواء على الرمل أو في أعشاش، وبيتم الذكر يجي الذكر يقوم يعمل عملية التلقيح وضع السائل المنوي على البويضات، وبعد كده طبعا يبتدي يحصل عملية الانقسام وتحصل عملية التخصيب وتبتدي طبعا يطلع عندي الفراي. هنا في النوع الثاني هو التخصيب الداخلي، بيكون طبعا في الذكر اللي هو الكسبر، ويتم عملية زي ما شايفين عندنا القرش طبعا، ويتم عملية التلقيح اللي هو وضع الحمامات المنوية في داخل الأنثى، ويتم عملية تلقيح البويضات، وبعد كده تتم الفقس في الداخل وخروج الأسماك أو الصغار بعد عملية الفقس من الأسماك القرش، هنا أشار طبعا أسماك القرش والرأس. طبعا زي ما اتكلمنا وقلنا إن عندي في نوعين من التلقيح خارجي وداخلي، فبالتالي في عندي أنواع الأسماك اللي هي بتكون بيوض، اللي هي بتضع البيض وبيتم عملية التلقيح الخارجي من الذكور، سواء كان بيضع البيض في عمود المية، لأن طبعا البيض عندنا فيه منه أنواع، في أنواع بيكون بيض غاضص اللي هو بيكون كثافته تقيل، فبالتالي بينزل في السبستريت أو بيتحط على طبعا سواء كان على الأعشاب البحرية أو في جحور، وفي نوع من البيض بيكون خفيف وبيكون طبعا طافي، فده اللي هو بيكون موجود او معلق في عمود المياه، فده بنسميه بالأوفيبارتي او الاسماء اللي بنسميها بالبيوض اللي هي بتضع بيض. النوع الثاني اللي هو بيكون عبارة عن التلقيح داخلي، وزي ما قلنا ده بيكون في الكارتيليجينس او الاسماك العظمية، ولكن في نوعين من التلقيح الداخلي، النوع الأول اللي هو بيتم عملية التلقيح الداخلي ولكن التغذية للصغار بتكون بشكل غير مباشر عن طريق، يعني مش بتكون عن طريق الأم بشكل مباشر، ولكن إن بيكون اليوك أو اللي هو صفار البيض هو بيتغذى عليه الجنين لغاية ما يكبر، وبعد كده يبتدي يطلع من السمكة. إنما التاني اللي هو زي القروش، وده بيعتمد على الأسماك نفسها إن هو بيكون فيه مشيمة وبياخد الغذاء من الأسماك بشكل مباشر، وبعد كده برضه بيطلع من البيضة وبيطلع
للمية بعد ما بيبتدي تفقس البيضة، وده بيكون في القرون. بعد عملية التخصيب سواء كان خارجي أو داخلي، طبعا في عندي أنواع التلقيح الخارجي، بيتم وضع عدد كبير من البيض، وده طبعا لأنه بيكون أكثر عرضة للخطر، لأن في أنواع الأسماك اللي بتحط البيض بتاعها في عمود المية، ويتم التلقيح طبعا في عمود المية، فبالتالي هنا الأسماك معرضة للخطر. والنوع الثاني اللي هو البنسك، طبعا ده هنا الأسماك بتضع البيض بتاعها على السبستريت أو جوه جحور، أو تضعه على الأعشاب البحرية أو على الطحالب، فبالتالي هنا بيكون في جزء من الحماية للبيض، أو داخل أعشاش، فبالتالي هنا في طبعا حماية، فبنلقى هنا الأعداد بتكون طبعا أقل من الأنواع الأسماك اللي بتضع البيض بتاعها في عمود المية. وده طبعا بيكون في الأسماك العظمية. إنما في الأسماك اللي التلقيح الداخلي اللي بتلقى رعاية، وده طبعا بيكون عدد قليل من الأسماك اللي هي بيكون ليها في رعاية للأسماك، سواء كان فقس داخلي للبيض، أو إنه بيحصل إن الأسماك بتاخد البيض في فمها فبتعمل له رعاية لغاية ما بيبتدي يخرج، يتم عملية الفقس ويخرج في المية، فده هنا في رعاية للصغار، فبالتالي بيكون عدد طبعا الايه زي اسماك القرش، بيكون عدد الصغار ممكن يكون 5 6 7 على 2 3، فبالتالي ليه؟ لانه بيحظى برعاية فالفاقد قليل. فكل ما كان الخطر كبير كل ما كان عدد البيض بيكون اكبر. الكورتنج او عملية الديتنج او المواعدة، طبعا الاسماك عشان تحصل عملية التزاوج زي ما احنا في الطبيعي لازم يحصل تزاوج. طب التزاوج ده هيحصل ازاي؟ انهم يتقابلوا. طيب هيتقابلوا ازاي؟ طبعا ممكن اثناء عملية السباحة مع بعض. طب ايوه هيلفت نظرها ازاي، او هي تعرف ازاي، او هو يعرف ازاي؟ بيكون هنا في طبعا اثناء موسم التزاوج بيكون في بعض الاناث ليها ألوان بتشد أنظار الذكور، وفي بعض الإناث بتعمل عملية أصوات معينة تعرف الذكور، فبتروح تحصل عملية التزاوج. أو إن الأسماك بتقوم بعمليات رقص يعني زي رقص بهلواني، أو بعض الرقصات الغريبة أو الحركات الغريبة عشان تبتدي الذكور بتعرف، وتروح يحصل عملية التزاوج ووضع البيض، او ان كان عن طريق التلقيح الداخلي. فهنا طبعا ده مهم جدا عمليه، وده طبعا بيكون يا اما عمليه الجذب بالالوان، لان دايما نلقى الاناث ليها الوان اكتر، وفي الوان ظاهره اكتر من الذكور، ليه؟ لعمليه التزاوج. وطبعا في بعض بيصدر اصوات معينه اثناء عمليه التزاوج لتتم عملية التزاوج، وده طبعا بيتم في موسم التزاوج، لأن موسم التزاوج لكل نوع بيختلف عن النوع الآخر. سلوك التكاثر، طبعا زي ما قلنا بعد وضع البيض، سواء كان طبعا لما بيتم وضع البيض خارجيا، في بعض الأنواع من الأسماك ومنها البلطي النيلي، إن هو بعد عملية تخصيب البيض ان هو بياخد البيض في فمه، ده بيبقى في بعض الانواع بيكون الاناث، وفي بعض الانواع بيكون الذكور، ولكن في اسماك البلطي النيلي بيكون الاناث، بتتم احتضان البيض في فمها لغايه طبعا ما يبتدي عمليه الفقس ويطلعه في الميه. وفي بعض الانواع زي الكارب بيكون محتاج اعشاب بحريه او نباتات لوضع البيض على النباتات، وفي بعض الأنواع بيكون محتاج أعشاش، إن هو بيبتدي زي ما شايفين كده قدامنا إنه يعمل عش لوضع البيض، أو إن هو بيختار جحور مثلا. عشان كده في بعض كتير من الأنواع بتكون موجودة في الشعاب المرجانية، أو في المناطق اللي هي اللي بنسميها الروكي شور، أو اللي هي المناطق الصخرية، ليه؟ بتاخد طبعا
مخابئ ليها لوضع البيض. السكشوال ماتيوريتي طبعا هنا الانواع من بتختلف الفترات اللي تصل لفترة النضج من كل نوع عن آخر. في أنواع طبعا بتقعد 3 شهور، في أنواع 6 شهور، في أنواع 6 زي التلابيا بتاخد حوالي من 3 ل 6 شهور. طبعا في التلابيا الموزمبيقي دي بتاخد 6 شهور. في طبعا الفيش كارد أو سمكة المبروك من 2 ل 3 سنين. وفي أنواع زي سمكة الحفش أو الاستورجن، ودي طبعا ممكن توصل من 15 ل 30 سنة لتصل لمرحلة النضج. عشان كده طبعا البيض بتاعها غالي جدا وبيصل لمبالغ طائلة طبعا، لأنه نادر وقليل، لأنها طبعا بتبيض عند فترات طويلة فتحتاج رعاية كويسة. الماتيوريتي بيتأثر طبعا، عملية النضج بتتأثر بعدد من العوامل، وطبيعي الأسماك طبعا الموجودة بتتأثر، منها طبعا أول حاجة الغذاء. يعني لو في وفرة من الغذاء وفي تنوع من الغذاء، فالأسماك هتوصل لدرجة النضج أسرع من الأسماك اللي بيكون فيه غذاء أقل. أيضا طبعا في درجات الحرارة، لو درجات الحرارة ارتفعت فهيأثر على موضوع النضج، أو انخفضت بشكل كبير، أو الملوحة، زادت الملوحة فده هيأثر على النضج. طبعا الضوء ده برضه هيأثر على فترات الضوء، زادت قلت حصل تربيديتي، فده كله بيأثر على فترات النضج. وبالتالي من أكثر العوامل اللي بتأثر طبعا عملية الغذاء الأسماك. طبعا لما بتوصل لما بتاكل كويس او بتتغذى كويس، فبالتالي هتوصل لاحجام كبيره، فبالتالي هتوصل لمراحل النضج بشكل اسرع. الماتوريتي ستيج او مراحل النضج، طبعا اي سمكه بيبقى سواء الميل او الفيميل بيكون في مراحل النضج. مراحل النضج دي بتختلف من عالم إلى عالم. في علماء قسموها 4، في علماء قسموها 5، في علماء قسموها 6، في 7، 8. طبعا ده بيختلف بناء على إيه؟ مختلف لرؤيتي أنا للمراحل بشكل على حسب كل نوع سمك، لأن كل نوع من الأسماك المراحل بتختلف من أخرى، وممكن أنا أصنفها طبعا بشكل مختلف على حسب الرؤية بتاعتي. ولكن النهاردة هنتكلم على أشهرها، وهي 7 مراحل. أول مرحلة عندي بيكون الزيرو أو الثن، ودي بيكون زي الخيط، يعني بيكون يعني سواء الميل أو الفيميل بيكون رفيع جدا ومش واضح هو ميل ولا فيميل، وده طبعا بيكون مش واضح خالص، لسه ما بدأش يكون ميل ولا فيميل. المرحلة اللي بعدها وهي بنسميها 1، ودي بدأ هنا طبعا يظهر المعالم بتاعته. طيب ايه الفرق ما بين الميل، وانا عاوز افرق ما بين الميل والفيميل، يعني ايه شكل الميل هيبقى ازاي وشكل الفيميل ازاي؟ شكل طبعا ده مع الاختلاف بيبقى على حسب طبعا البيئة الموجود فيها، ولكن في معظم الاوقات بيكون ان اولا الميل بيكون مصمم، يعني مصمم مش مفرغ من الداخل. طبعا الفيميل بيكون مفرغ، شكل الفيميل بيكون اسطواني، انما الميل بيكون شكله مستطيل. طبعا اللون بتاع الميل بيكون مائل للرمادي، جراي ابيض مائل للرمادي، انما طبعا الفيميل بيكون مائل للون الوردي او الاحمر، يعني ايه، والبيض او البيضات بتبتدي تظهر فيه، يعني واضح ان داخله بيضات، ان هو مفرغ من الداخل، غير الميل بيكون مصمت من الداخل. طيب الرقم 1 اللي هو الاماتيور بيكون لسه في مرحلة الاماتيور، وطبعا ده بيكون لسه حجمه صغير، دوب البويضات يعني حجمها صغير جدا، يعني لسه بيكون يعني واضحة بس مش واضحة قوي، وبيكون واخد يعني لسه يدوب تلت كده ايه جزء في الكافيتي، مش حجمه مش كبير.
المرحلة الثانية بيكون بدأ يحصل عملية الايه ديفلوبمنت أو عملية التطور، ابتدت تظهر بقى البويضات وابتدى يحصل تكوين، وابتدى حجم سواء الميل أو الفيميل يبتدي يكبر وياخد معانا كده مثلا نص الايه الكافيتي، ويبتدي هنا ده المرحلة رقم 2. رقم 3 ابتدى طبعا يحصل ايه الماتيور، ابتدى يظهر البيض، وابتدى الحجم طبعا البويضات يكبر ويظهر عندنا حجم المبيض، بياخد طبعا هنا ممكن تلتين الايه الكافيتي. في المرحلة رقم 4 خلاص الرايبنج، بتبتدي حجم المبيض ياخد مساحة كبيرة او كل الكافيتي، يبتدي يكبر ويكون اكبر مرحلة من المراحل، وسواء الميل او الفيميل، والميل بيبقى بيبتدي يحصل له زي لوي كده ويبقى مكسوم، يعني مش مفروض ليه من الكوبري بتاعه ياخد حجم كبير. ونفس القصة في المبيض بلاحظه من بره ان الحجم بتاعه بيبقى كبير، يعني ممكن اقول السمكة دي رايب من بره، بتبقى ايه الكافيتي منفوخة وشكلها كبير. طبعا في السبونينج خلاص المرحلة دي هيبتدي المبيض يطلع البيض، او ايه وطبعا في الميل يبتدي السبرم يطلع يعمل عملية الإخصاب. وبعد كده طبعا بعد نزول البيض سواء طبعا قلنا هيضع على وش المية، هيضعه في عش أو يحصل تلقيح داخلي، بعد كده طبعا هيفرغ البيض كله هينزل، والستيمين برضو أو السائل المنوي هيتم إنزاله، فبالتالي هنا هتوصل لمرحلة اللي بنسميها سبين أو تفريغ. هنا إيه بقت إيه فاضية خالص، وتصل لمرحلة الريستنج بقى، تاخد فترة راحة لغاية ايه ما يبتدي بعد كده تعيد الدورة بتاعتها مرة أخرى. طبعا الأنواع المراحل دي زي ما قلنا إن هي بتكون على العموم في معظم الأسماك، لكن بتختلف من نوع إلى آخر. زي ما شايفين هنا قدامنا دي طبعا المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخمسة. فهنا المراحل زي ما شايفين ازاي بتبتدي تاخد شكل مختلف، وطبعا هنا التقدير بيكون على حسب حجم السمكة، لأنه ما طلعش المبيض أو الخصية من السمكة وأقول دي واحد ولا اتنين، لازم أشوفها في السمكة، لأن لو السمكة حجمها صغير هيبان جواها هل هي مالية الكافيتي ولا صغيرة، لكن لو طلعتها بره مش هعرف أقارنها لأن في اختلاف، لان انا بقدرها على حسب حجم السمكه. زي ما شايفين هنا برضو المبيض هنا صغير بيبتدي يكبر لغايه ما يوصل طبعا لمرحله اللي هي رايب بيبقى كبير خالص، بعد كده السبوننج بيبتدي يفارق. في السبوننج هنا ببتدي والاحظ العروق بتكون واضحه في مرحله الرايبنج، وفي مرحله السبوننج ابتدي في احمرار من الامام، ليه؟ لانه ابتدى يفضي وابتدى جزء منه يفضى. طبعا في مرحله بيبتدي يفضى خالص، ممكن ألاحظ بويضات بسيطة أو بيكون فاضي، وساعات بيبقى في شبه من رقم 2. ولكن هنا حد يقول طب إزاي أفرق بينه؟ أنت هنا لما زي ما يكون معاك بالونة ونفختها، فالبالونة بعد ما بتفس أو مبقاش فيها هواء بتلقاها مترهلة، فهنا هتلقى طبعا الإسمنت مترهلة، لكن المرحلة 2 بتبقى إيه مشدودة أو واحد بتكون مشدودة، غير مرحلة الاسبنت بيكون فاضي خلاص وبيعمل ريستنج ويبتدي يعيد تاني عملية الايه الماتوريتي مراحل مرة أخرى. بعد طبعا ما عرفت الماتوريتي ستيج، فأنا باخد الايه المراحل اللي فيها ماتيور وأبتدي أفحصها وأشوف عدد البويضات فيها، وده بنسميه اللي هو الخصوبة او الفكونديتي. ومن هنا بحسب الجوناد سوماتيك اندكس. يعني ايه الجوناد سوماتيك اندكس؟ اللي هو بيسموه دليل المناسل، اللي هو بقدر من خلاله اعرف ايه الشهور اللي السمكه بتعمل سبوننج فيها. اكتر شهور طبعا بتكون اعلى في الجوناد سوماتيك اندكس هي دي الشهور اللي إيه السمكه بتعمل فيها سبوننج. يعني ممكن يكون عندي سمكه مثلا بتبقى في شهر 3، في 4، في 5، بنلقى دول هم أعلى شهور فيها الجونادوسوماتيك إندكس. بحسب الجونادوسوماتيك إندكس إزاي؟ الجونادوسوماتيك إندكس بحسبها عن طريق إن أنا بوزن المبيض
وبوزن السمكة بدون أحشاء، بتكون اللي هي الجاتد ويت، فبقسم ده على ده في 100 وبحسب منه الجناسوماتيك اندكس طبعا لكل شهر، وبشوف معدل الشهور، فأعلى شهور هو بيكون فيها ده اللي هو السبونينج، أو الفترة اللي بيكون فيها السبونينج عالي، أو هي الفترة دي اللي بتضع فيها السمكة البيض. طبعا بعمل ايه؟ جيومتر، بقيس البويضات وبشوف احجام البويضات والفروق بينهم في الشكل. وطبعا الفكاندتي بيختلف على حسب طول السمكه ووزن السمكه، وزي ما قلنا ان اعداد البيض بتختلف طبعا على حسب السلوك بتاع السمكه في عمليه، سواء السمكه دي بتضع عمود الميه او في رعايه للاسماك او بتضع في عش او كده. فطبعا هنا بنلاحظ ان الاسماك بيكون في اسماك اعداد البويضات فيها كبير جدا، في انواع تاني بيكون قليل، وفي انواع بيكون عدد قليل، ده على حسب طبعا كل ما زادت الرعايه كل ما قل البيض. وفي اخر حلقتنا بشكركم واتمنى يكونوا استفدتوا، ولو في اي سؤال يا ريت نحطه في الكومنتات، والحلقه لو في اي تعليق أو في أي معلومة تحب تتناقش معايا فيها فاكتبها في الكومنتات، وشكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.